للمزيد حول استعدادات المستشفيات الجامعية على وجه الخصوص لمواجهة هذه الموجة من الفيروس ينضم إلينا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دكتور حسام أهلا وسهلا بحضرتك، كيف عدت المستشفيات الجامعية عدتها لاستقبال هذه الموجة التي نحن فيها بالفعل؟ مساء الخير يا استاذ احمد، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام يا فندم. حقيقه انه النهارده كان هناك توجيه من دوله رئيس مجلس الوزراء للمستشفيات الجامعيه ومستشفيات اداره الصحه بزياده الساعه الاستيعابيه، وتم على الساعه الخامسه النهارده اجتماع طارئ للمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه برئاسه الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللي تم فيه زياده ساعة المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل وأقسام العزل داخل المستشفيات الجامعية لاستقبال المرضى على نطاق القاهرة الكبرى. مثلا احنا بنتكلم على جامعة القاهرة بالإضافة إلى مستشفى البطنة اللي كانت تستقبل مرضى الكورونا أو العزل، بقى معانا المستشفى القصر العيني الفرنساوي، كمان جامعة عين شمس فيها كان المستشفى الميداني ومستشفى عين شمس التخصصي بالعبور، أضيف إليها مستشفى طب المسنين، جامعة الأزهر فيها مستشفى الزهراء الجامعي ومستشفى الحسيني الجامعي ومستشفى سيد جلال الجامعي فيها أقسام للعزل، عندنا في بقية المحافظات الإسكندرية فيها مستشفيتين للعزل، مستشفى طلبة الجامعة ومستشفى التعليم الجديد، وقس على ذلك. يعني أنا لا أريد أن أطيل، لكن أصبح عندنا الآن تقريبا في كل محافظة مستشفى جامعي إما مخصصة بالكامل للعزل أو فيها أقسام للعزل. هل هناك آلية أو طريقة علمية دكتور حسام، أو حتى لو كانت مستحدثة طالما أننا نتعامل مع فيروس مستجد، هل هناك آلية لضبط الطاقة الاستيعابية بزيادتها أو تقليصها إذا ما قدر الله لنا انكسار لهذه الموجة في المدى المنظور إن شاء الله؟ هو من خلال خبرة العالم وخبرتنا إحنا مع الموجة الأولى تبين أنه لا يحتاج كل المرضى إلى دخول المستشفيات. في 80% تقريبا من المصابين تبقى أعراضهم إما ما عندهمش أعراض أو أعراضهم خفيفة، وبالتالي الأولى أن يتم عزلهم والأفيد لهم أن يتم عزلهم في المنزل. وفي عندنا 20% الثانيين هم اللي بيحتاجوا إلى الدخول في المستشفى بسبب إما أنه أعراضهم متوسطة أو شديدة أو عندهم أمراض مزمنة قد تؤثر على حالتهم الصحية أو في مراحل سنية متقدمة فيخشى عليهم التأثر بالمرض. والحقيقة برضو مما استفدناه أنه كان في الأول إحنا كنا المرضى اللي بيبقى عندهم ضيق تنفس كان العالم برضو كله وحينما يتعامل مع الموقف كان بيدخلهم على جهاز التنفس الاصطناعي أو التنفس الميكانيكي. بعد التجربة وبعد الخبرة التي اكتسبناها تبين أنه لا، إحنا قد نصل إلى نتائج أفضل باستخدام الاكسجين او باستخدام اجهزه اخرى زي الهاي فلو نيدل كانيولا. فالحقيقه انه الخبره التي اكتسبناها في التعامل مع الفيروس ادتنا وسائل وطرق للحفاظ على الحياه وفي نفس الوقت لتقليل الاثار والمضاعفات الخاصه بها. نقطتين قد تبدوان مرتبطتين بهذه الجزئيه دكتور حسام، عدد الأسرة المتاحة إذا كان معيار الأسرة سيكون معيارا عادلا في هذه النقطة، والمعيار الآخر عدد الأطباء المؤهلين المتعاملين داخل هذه المستشفيات. الحقيقة أنت بتتكلم على أعداد أسرة المستشفيات الجامعية تزيد عن 37 ألف تقريبا، لكن إحنا في المرحلة الأولى اللي إحنا فيها الآن بنتكلم على تخصيص ما يقرب من 6000 سرير للمرحلة الأولى، إذا لا يعني وإذا لا قدر الله احتاجنا إلى زيادة عندنا فعة استيعابية كبرى تستطيع أن تستوعب أكثر من ذلك. لكن زي ما قلت حقيقة كده أنه الالتفات إلى العزل المنزلي للمرضى ذوي الأعراض الخفيفة وهم دولة الأغلبية العظمى من المرضى بيخلينا الاحتياج أكثر بيكون إلى أسرة العناية وأجهزة التنفس الصناعي أو استخدام الأكسجين. الحقيقة الأطباء المؤهلين المتعاملين وفق خبراتهم السابقة في الموجة الأولى في المستشفيات الجامعية بحيث يمكن أن يكون العدد ملائم، يعني الحقيقة أنه إحنا عندنا كانت البداية أيضا من خلال التعامل مع أطباء أمراض الصدرية، أمراض الأمراض المتوطنة والعناية المركزة والتخدير. لكن الحقيقة دلوقتي أنه في توسع في التعامل لأن الأعراض بقت واضحة، البروتوكولات العلاجية واضحة، فإحنا مش محتاج خارج الرعايات أطباء متخصصين للتعامل، لكن أنت محتاج إلى أطباء عندهم خبرة في التعامل. وإحنا طوال الفترة الماضية كان عندنا تدريب مستمر الحقيقة، يعني حتى لما نقصت الأعداد لم يتوقف التدريب حتى للأطباء صغار الأطباء. إحنا في الفترات يعني دربنا أكثر من 10,000 طبيب منذ بداية الجائحة حتى الآن.
دكتور حسام، وأنا هذه المرة أسأل طبيب قياسا بما ذكرته وحضرتك من معيار مرتبط بأن 80% من الحالات المصابة قد لا تحتاج أكثر من العزل المنزلي، هذا لسلامتهم ولزيادة فعالية العلاج أصلا، نفس النسبة حاصلة في هذه الموجة مع بعض ما يتردد عن أن الأعراض قد تكون مختلفة، أقل في الشدة أكثر ربما، هل لا يزال هذا المعيار، هذا المعدل أو هذه النسبة مكررة أيضا في هذه الموجة ثابتة؟ لكن حتى مع وجود تغيرات جينية في بعض الجينات اللي في الفيروس، ما حدث أو ما تأكدنا منه أن سرعة الانتشار هي التي زادت، لكن ما زالت الحقيقة الأعراض كما هي، وما زالت النسب المتعلقة بالثمانين والعشرين ما زالت ثابتة. لكن هي المشكلة التي تدعو كل الناس إلى الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي، هو ان احنا ما عندناش معيار بيقول مين فينا هيخش في الثمانين ومين فينا هيخش في العشرين. صحيح. وبالتالي فالاولى ان لا نصاب ما استطعنا الى ذلك. نعم دكتور حسام، في معرض ما يتم الحديث عنه عن بروتوكولات علاجية أو عن استعداد المستشفيات الجامعية، هناك سؤال مرتبط بآلية التواصل مع المستشفيات الجامعية، هل هي ذات الآلية المرتبطة بالخط الساخن المعتمد أو المقر من وزارة الصحة، والتوزيع يتم سواء للمستشفيات الجامعية أو لمستشفيات وزارة الصحة سواء بسواء، ولا هناك قناة اتصال أخرى تخص المستشفيات الجامعية؟ لا احنا من خلال الخط الساخن 105 بيدوس على 3 وبيتم التواصل مع أحد أطباء المستشفيات الجامعية. نعم. لكن احنا المستشفيات الجامعية يوجد لها عيادات للعزل والفرز والأمراض الصدرية، فهو يستطيع أن يتوجه إلى عيادة العزل والفرز في أي مستشفى جامعي ويتم تقييم الحالة، يعني مش شرط انه يقوم بالاتصال التليفوني المسبق، يستطيع ان يتوجه الى عياده الامراض الصدريه اللي هي موجوده في كل المستشفيات الجامعيه، عيادات الفرز، عيادات العزل، التي بعدها نقرر هل هو يحتاج الى ان يتم عزله. هي نقطه، معلش انا اسف يا دكتور حسام، لكن هذه العيادات، عيادات الفرز، مرتبطه بالعيادات الخارجيه المتاحه في كل المستشفيات الجامعيه، ولا هذه صيغه مغايره للعيادات الخارجيه؟ لا هي عيادات مرتبطه بالعيادات الخارجيه، لكنها موجوده في أماكن بعيدة عن العيادات الخارجية. نعم. عشان ما يحصلش نوع من انتشار العدوى. نعم. دكتور حسام، من بين أهم ما قدم على مدار الموجة الأولى إذا جاز تسميتها على هذا النحو دون الخوض في جدل يذهب إليه بعض العلماء، الحديث عن المتتاليات التي كان يتم تنظيمها أو اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي مناسبات عدة كان وزير التعليم العالي يستعرض بعض هذه المتتاليات. تقريبا إذا عكفتم على إعداد مثل هذه المتتاليات، نحن في أي مرحلة؟ متى تحديدا قد نصل الى مستوى الذروه وينكسر من بعد ذلك؟ لا هو الحقيقه انه يعني انا اعتقد انه معالي الوزير سوف يتحدث عن هذا الامر باستفاضه في الفتره القادمه، لكن احنا يعني في بدايه الارتفاع ما زلنا، ومن المتوقع ان يستمر هذا الارتفاع طوال شهر 12 ويمكن جزء كبير من شهر يناير كمان، فلذا نرجو ان نلتزم، لانه الحقيقه الارتفاع والانخفاض مرتبط اولا واخيرا كما قال السيد الرئيس بالوعي. نعم. السلوك بالالتزام بالاجراءات الاحترازيه. دكتور حسام، حضرتك في وانت تتحدث ربما اسديت النصح الى البعض بنصيحه تبدو شديده الاهميه بانه ليس هناك من يمكنه التحكم فيما اذا اصيب سيكون من بين ال 80% ولا سيكون ضمن فريق ال 20%. لا يوجد اي معيار علمي دقيق. صحيح. يحدد مين فينا اللي هيصاب باعراض شديده ويحتاج الى عنايه مركزه، ومين فينا اللي هيمر بلا اعراض او باعراض خفيفه. الفئه الشابه تحديدا دكتور حسام تتعامل بقدر لا باس به من عدم الاكتراث، تحديدا الفئه الشابه واحيانا بقدر من الفكاهه في غير موضعها، كيف يمكن تقديم النصح المرتبط بارتداء الكمامات او الاجراءات الاحترازيه؟ رايناه وما ان هناك حالات شديده وبعد الشر على كل الناس وفيات في الاعمار الصغيره. فالحقيقه انه ليس هناك معيار واضح وعلمي بيقول ان انت صغير فبالتالي لن يكون عندك اذا عرفت، فهذا لا يوجد معيار يحدد من فينا. الاغلبيه الاعم من الشباب الاعراض عندهم خفيفه، لكن هذا الشاب بعينه او انا كشاب بعيني لا استطيع ان اجزم ان انا هاخد المرض واعدي كده، لا يستطيع احد ان يجزم بذلك. الجانب التعليمي المرتبط بانتظام الدراسه، ما تبقى من الفصل الدراسي الاول وامتحانات منتصف العام، كيف اعددتم العده ايضا للتعامل معها في ضوء الاجراءات الوقائيه والاحترازيه وفي ضوء الاستعداد لاستقبال الدور؟ كما ذكرت انا مرارا وتكرارا، نحن نتحرك وفق منظورين، الحفاظ على الصحه وحق الطالب في التعلم، فنحن نحرص على ان يتعلم في بيئه صحيه، وكما كانت الدراسه بالتعليم الهجين
اللي هو جزء منه بالحضور وجزء منه الكتروني او من خلال المنصات الالكترونيه، كذلك سوف تكون الامتحانات على ان يكون المعيار المحدد هو الحفاظ على صحه المواطن. لا اعلم اذا كان ما ساساله على لحضرتك ياتي ضمن اختصاص وزاره التعليم العالي على الاقل فيما يخص المستشفيات الجامعيه، هل هناك مواعيد مرتبطه بتقديم اللقاحات ايا كان اللقاح الذي ستتعامل به السلطات المصريه للاطباء واطقم التمريض في المستشفيات الجامعيه؟ لا، هو الحقيقه ملف اللقاح بكامله يعني تنظمه وزاره الصحه ونحن نتعاون معهم في هذا الملف، لكن مثل هذه الامور يحتاج الرجوع فيها الى وزاره الصحه. حتى لو كان الامر مرتبط بتقديم اللقاحات للاطقم الطبيه واطقم التمريض في المستشفيات الجامعيه ايضا؟ كله من خلال الاطقم الطبيه سواء كانت في الصحه او جامعيه. نعم. كلها اطقم طبيه وتعامل على سبيل السواء والسواسيه، لكن نعم. برضو الملف ده تتحدث عنه بشكل اكثر دقه وزارة. ممتاز. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسلطا الضوء على استعدادات المستشفيات الجامعية المنضوية تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستقبال الحالات التي قد تحتاج إلى الانتقال إلى المستشفيات أو الانتقال إلى أسرة الرعاية المركزة. وقى الله الجميع شرور الانتقال إلى المستشفى.